نرصد بعض البعض ايضا. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا كبير. شايفك حامل علم مصر، اكيد مبسوط للجهد اللي قام به. وقالبا كل احترام للسيسي ولكل ابناء شعبنا المصري الحبيب، على راسه والله كل احترام لهم، لكل شعوب العرب. حبيبي اسلام، حبيبي يا كبير. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كل التحيات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واحنا من غزه كلنا فدا مصر وعيون اهل مصر، واحنا ان شاء الله بكل الثوابت مصريين مصريين مصريين. تحيا للرئيس السيسي. طيب كيف بتشوف هذا الجهد عن جد؟ انت اليوم مبسوط وواضح انه بتعبر عن مشاعرك. احكي لي عن شعورك. شعور عبد الفتاح السيسي اكثر واحد وقف معانا ومع القضيه الفلسطينيه وطول عمرها مصر صاحبه القضيه. هي من اول الحروب كانت بهذه القضيه الفلسطينيه، والقضيه الفلسطينيه من اول واجبات المصريين، ومصر ان شاء الله من مزيد الى مزيد ومن عمار الى عمار. بدي اسالك سؤال، عشت انت الحروب اللي فاتت؟ عشنا اربع حروب. طيب ايش حسيت الفرق في هذه الحرب؟ الحرب هذه فيها فرق كبير، انه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف معنا وهو من بادر بوقف اطلاق النار وبوقف اطلاق الصواريخ من غزه ومن اسرائيل، وان شاء الله مصر معنا الى الابد، وفلسطين رغم كل الجراح ومصريين رغم كل الجراح. شكرا لك العافيه. شو بتحكي في هذا اليوم؟ هذا يوم نصر، هذا يوم عيد، هذا يوم تكبيرات. لا اله الله اكبر ولله الحمد. تحيا مصر، تحيا المقاومه، تحيا الشعب العربيه كلها، ويرحم شهدائنا. يعني ربما هذه ايضا رساله مهمه حازم لمدى تعبير المواطنين في القطاع عن تقديرهم لهذا الجهد المصري الذي ساهم بطبيعه الحال في يعني في دعم جهود وقف اطلاق النار. حازم دعني احاول ان نتابع يعني معك. يعني هي رسائل قويه جدا داخل مدينة غزة وتابعناها على الهواء مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن الجيش السوداني وصول مجموعة من الجنود المصريين إلى أراضيه ضمن الاستعداد لانطلاق مناورات حماية النيل، والتي تستمر فعاليتها من 26 حتى 31 مايو الجاري. وأوضح الجيش السوداني في بيان له اكتملت الاستعدادات لانطلاق المشروع التدريبي السوداني المصري المشترك حماة النيل، والتي ستجرى في السودان في الفترة من 26 وحتى 31 مايو 2021، حيث تشارك في المشروع عناصر من كافة التخصصات والصنوف بالجيش. وأشار البيان، وصلت القوات المصرية المشاركة في المشروع إلى قاعدة الخرطوم الجوية بجانب أرتال من القوات البرية والمركبات التي وصلت بحرا. وتبع الجيش وتأتي مناورات حماة النيل كامتداد للتعاون التدريبي المشترك بين البلدين، وقد سبقتها نسور النيل 1 و2، وتهدف جميعها إلى تبادل الخبرات العسكرية وتعزيز التعاون وتوحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين. تأتي مناورات حماة النيل العسكرية امتداداً للتعاون التدريبي المشترك بين البلدين، وتهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية وتعزيز التعاون وتوحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة. بحسب الإعلام العسكري السوداني، ووقعت مصر والسودان اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين على هامش زيارة رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد إلى الخرطوم. وقال رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين في أعقاب التوقيع، إن الهدف من الاتفاق هو تحقيق الأمن القومي للبلدين لبناء قوات مسلحة مليئة بالتجارب والعلم، موجها الشكر إلى مصر على الوقوف بجانب السودان في المواقف الصعبة. من جانبه أكد الفريق محمد فريد إن القاهرة تسعى لترسيخ الروابط والعلاقات مع السودان في كافة المجالات، خاصة العسكرية والأمنية، والتضامن كنهج استراتيجي تفرضه البيئة الإقليمية والدولية.